قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنأخذ الآن بعض الصور القصيرة ونتعلم منها الدرس والعبرة الذي يذكرنا بالله ويسدد خطانا لنعمل للآخرة ولا نخلد إلى الدنيا وننسى الآخرة. سورة التكاثر. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. عندما كان زملائنا يدرسون ويقرؤون في الشيخ، سموه الروضة، كان أول ما في روضة تحطوه بالخوجة أو بالشيخ، فكان الشيخ أو الخوجة يعلمهم القرآن، طبعا يبدأون بالسور القصيرة. فكان أحد الأطفال الموجودين معنا يقول لأمه: يا ماما وصلنا لعند ألهاكم. فقد يظن من يستمع ألهاكم من ألهاكم اسم وقال دخلت عليها، لا، ألهاكم من ألها يلهي. ألهاكم التكاثر أي شغلتكم المفاخرة والتكاثر في الأموال والأولاد والدنيا حتى زرتم المقابر. إذا شغلتكم المفاخرة بالأعوان، شغلتكم المفاخرة بالدنيا، شغلتكم المفاخرة بالأموال، بالزوجات، باللزائز، شغلكم حب الدنيا ونعيم الدنيا الذي هو من الله عن طاعة الله وما ينجيكم في الآخرة، بقيتم مشغولين على هذا إلى أن زرتم المقابر. متى يزور الإنسان المقابر؟ عندما يحمل على النعش، يأخذ ملك الموت روحه وينطلقون به إلى المقبرة، يحفرون ويجعلونه في القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي. المال يعني هذا مالي، افتخر فيه، عنده أموال، عنده بيوت، عنده زروع، ثمار، مزارع، أراضي. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك، يعني يا ابن آدم، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أكلت فأفنيت، لم يبقى شيء، تغزيت فيه وراح، أو لبست فأبليت، ثياب لبستها فبليت، أو تصدقت فأمضيت، اللي أكلته راح واللي لبسته بلي، أما اللي تصدقته مضى معك إلى يوم القيامة. أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الذي لك من مالك، فاختر ماذا يكون من مالك لك لينفعك. طبعا الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يتصدق بكل ماله، بل من لم يكن عنده اعتقاد جازم صحيح بالله ينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل ماله، وينهاه القرآن ذلك، كما حصل في الآيات التي نزلت بشماس الذي أنفق كل ثمره، جز النخل ثم أنفق كل ثمره ثم جلس ما عنده شيء يأكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن يقول هناك ثلاث أشياء: طعام تأكله فتفني، لباس تلبسه فيبلى، وتتصدق بمجالات الخير على الفقراء وعلى المشاريع وعلى الجهاد بمالك،
هذا تمضيه وهذا لك في الآخرة. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أهله برجعوا بتقاسموا ماله، مين بيبقى معه؟ عمله. فإن كان عمله في الدنيا على مرضات الله نفعه عمله، وإن كان على مرضات المخلوق فليكن مع هذا المخلوق الذي عبده في جهنم والعياذ بالله تعالى، ليس له عمل يرضي الله. يتبع الميت يعني عندما يموت ثلاثة. ما بتشوف الميت إذا زنجين بيطلع وراء سيارات كتير وكذا، هذا جزء من ماله يعني، وفي أهله وأصدقائه كتير، حطوه في القبر ومعه عمله برجع السيارات وأهله كذا كما قلت لكم يتقاسمون ماله، ويبقى عمله. إن كان عمله صالحا سعيد في الآخرة، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: يهرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، يعني خصلتان، الحرص والأمل. أخرجه البخاري ومسلم. ابن آدم يهرب يعني بكبر سنه، أصبح مثل حكايتنا، رجليه ما بتحمله، الآلام شوي ظهره شوي رجله شوي ركبته شوي راسه، بيمشي بالدودخ بلوح، وأحيانا الله بقوي الله لا يقطعنا، هذا الهرب. مع الهرب ولم يعد له حاجة في الدنيا، ولكن تبقى معه خصلتان: الحرص، هذا الإنسان العام بشكله العام الحرص، يحرص بده مال، ما بريد يضيع ماله، ازداد حرص لأنه نفسه حدسه أنه محتاج. إذن إذا كان إيمانه ضعيفا يقلل من الصدقة خوفا على ماله، إذا كان إيمانه قوي يتصدق ويخلي لنفسه. الحرص موجود، ولكن المؤمن يسيسه بما أمر الله، وقليل الإيمان يصل الحرص عنده إلى الجشع. الحرص والأمل، عم بتأمل لسا يعيش، صار عمره 90 صار 95، لسا بده يتمتع بده ياكل بده. في واحد صار عمره 95 سنة يقول له بدي أتجوز، قال له إذا تجوز روح تجوزك، ما هي عندك شيء تتجوز، أنا لسا بدي أتمتع، لسا ما تمتعت في الدنيا. فعلا الإنسان مهما عاش ومهما أكل ومهما تنعم كله راح، بقي ذكريات له اللحظة الذي هو فيها. فعندما يكبر سنه يقترب من قبره، الشيطان ما بخليه يتذكر القبر حتى يصلح حاله، لا، بده يعطيه الأمل، الأمل في أن يحصل أكثر من الدنيا، ولن يحصل من الدنيا إلا ما قدر الله له، فهذه الحالة ينساها، فيزداد حرصه ويزداد أمله. هاتان الخصلتان تبقى مع ابن آدم بشكله العام، أما المؤمن يوجه الحرص على مصلحته ومصلحة غيره ومصلحته في الدار الآخرة، والأمل يجعله أملا في رحمة الله وأملا في أن يحفظه الله ولا يحيجه إلى أحد من أهل الدنيا. فالآيات تقول: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، التهيتوا بكثرة الأموال والأولاد حتى زرتم المقابر. لاحظوا أيها الإخوة كلمة زرتم، ما قال استقريتم، والزيارة تكون قليلة. أنا عندما أزورك أجلس عندك ساعة ساعتين، أشرب فنجان قهوة كذا إلى آخره، ماء، يوم يومين زيارة معلش، ولكن بعدين إذا طولت قلنا نشوف شغلنا، والله أنا بدأ أسافر بدأ أروح بدأ يعني امشي انصرف، خلصت الزيارة ثلاثة أيام حاجة. فربنا ما قال ألهاكم التكاثر حتى استقريتم في المقابر، قال حتى زرتم المقابر. إذن ستمرون أيها الناس على المقابر زيارة مؤقتة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وأنا أشبهه
ولله المثل الأعلى، أن القبر مثل النظارة، بمسكوا المجرم حطوه في النظارة ريثما يأتي محاكمته. فإذا كان تهمه غير صحيحة يكرموه طعموه بصقوه لبما يعني تنفض هذه التهم عنه ويطلع بريء. وإذا كان ظاهر الإجراء وبين عم بعترف فعلت كذا، هذول بسموه حالة شبيحة مدري إيشو، قتلت كذا، اعتديت على 3 طالبات من الجامعة، فعلت كذا، هو يقر عندما يستدرجونه ويشهد على بعضهم على بعض، مثل يوم القيامة يشهد بعضهم على بعض، يا ربي هذا أنجس مني، هذا شجعني، هذا فعل. عند ذلك يظهر حقيقة هؤلاء المجرمون. عندما تزورون المقابر زيارة مؤقتة إلى أن تقوم الساعة فيأتي الحساب. ماذا في الحساب؟ ربنا يقول ويقسم: كلا سوف تعلمون. كلا يعني ارتدعوا وانزجروا، سوف تعلمون ماذا في الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، ماذا تعلمون؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. في علم اليقين وفي عين اليقين. علم اليقين الظاهر أمام أعينكم، إذا تعود أجسادكم كما قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. شوفوا الإعجاز القرآني، ما كان في قبل 100 سنة يعرفوا أن الإنسان من بصمته ما في بصمة مثل بصمة الآخر، فبيأخذوا بصمات المجرم 10 حتى يفرقوا بينه وبين غيره. الله يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني نعيد بصمات أصابعه. الله يشير إلى ذلك قبل 15 قرنا. من ذا الذي أعلم محمد بهذه النتيجة العلمية الجنائية؟ الله. سنعيدك أيها الإنسان ونسوي بنانك، يعني أصابعك، بصماتك تعود. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف لا تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ما هو علم اليقين؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، تيقنوا الإيمان بالآخرة. ما بكفي واحد يقول والله أنا بآمن بالآخرة، ماذا ثم يعبد المخلوق ويقتل الناس وكذا، ما آمن بالآخرة، الله يرحمنا، نعم دي يرحمه. كذاب هذا، لو آمن بالآخرة ما فعل مثل هذه الأفعال. إذا فعل هذه الأفعال إذن هو على شك من الآخرة وليس على يقين. فيقول ربنا: لو تعلمون علم اليقين. ما هو علم اليقين؟ كنت تعرفوا لترون الجحيم، سترون النار بأعينكم. ولهذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن يكون الصراط على متن جهنم يمر منه كل الخلائق، المؤمنون والكفار. الكفار تجرهم كلاليب جهنم، والمؤمنون يمرون، حتى إذا سقط أحدهم تقول له النار: يا مؤمن يا عبد الله أطفأني نورك، فيتابع طريقه، فتزداد الحرقة والعذاب النفسي على أهل الكفر في جهنم. عندما يقع هذا المسلم يقول: ها هذا فلان كان طيب وجيد ونزل، يمضي. إذن كل واحد منا ليمرن على الصراط وليرى جهنم بعينه، ثم لترون الجحيم، لترون جهنم، ثم لترونها عين اليقين بأعينكم، هذه التي خلقها الله، لا كما يرى إنسان مناما ثم يستيقظ لا يجد شيء، لا، سيعيده الله بهيئته وشخصيته ويرى النار والجحيم بعينه، إن كان مؤمنا ينجو إلى الجنة وإن كان كافرا ينزل في جهنم. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنتم نعمتم في الدنيا، الله تبارك وتعالى قال: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. وكل إنسان يفكر بعقله يعلم ذلك، كل الكائنات تخدم الإنسان، الشمس تسوي له تفاعلات كيميائية مع أوراق الأشجار لتكون الثمار، تكون كذا، تبخر البحار، تنزل الأمطار، كل هذا خلقه الله لك يا ابن آدم. لماذا؟ حتى تروح تعبد غيره ثم تهجره؟ أين عقلك؟ أين إرادتك؟ أين إنسانيتك؟ فكر بعقلك وأنقذ نفسك قبل أن يأتي يوم القيامة وتسأل عن النعيم. يقول لك ربك: ألم أزوجك؟
ألم أعطك المال؟ ألم أعطك الصحة؟ ألم أعطك الرزق فتمتعت برزقي؟ ماذا فعلت؟ قال يا ربي والله كنت أطيع فرعون الأسد أو فرعون السيسي أو فرعون التيسي أو فرعون غيره. بخلصك هذا؟ إذا بخلصك تابع تابع وسترى. ملك الموت أيها الإخوة قبل قليل نقول هرم الإنسان، نعم الهرم هو أقرب للموت، ولكن الموت لا يعرف لا كبيرا ولا صغيرا. كم من الناس من مات وهو في سن العاشرة، كما تنزل هذه القنابل على أبنائنا فيموتون. كم من الأطفال أو الشباب ماتوا دون قذائف ودون علة، قبضهم الله وانتهت آجالهم. الموت بيد الله. لا تنسى الله أيها الإنسان، لا تنسى أنك قادم إلى الله وسائلك عن النعم التي أعطاك إياها. أعطيتك من كل شيء لتسعد في الدنيا، ولم أطلب منك إلا أن تطيعني فيما يصلح أمرك، فكذبتني ولم تعتقد أنني أنزلت لك ما يصلح أمرك، فأطعت فلان وأفسدت في الأرض، ليس لك إلا الجحيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما ها هنا؟ لماذا جلستم ها هنا؟ قال، يعني أبو بكر وعمر يجيبان الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع، ما عندنا أكل، جوعانين جينا هنا جلسنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، يعني أنا طلعت من بيتي جوعان، عارف يعني أبسل لي يعني جوع. فانطلقوا، قال لهم لي أبو بكر وعمر انطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار. هذول المهاجرين كانوا ما عندهم مال، والأنصار مثل ما قال هذا الزعيم الله يحميه: نحن المهاجرون وهم الأنصار، آوونا ونصرونا. مو مثل من يدعي أنه مع العرب ومع الأمة وضد الكذا وضد الكذا، وهو يطرد المسلمين الذين هجروا وهجرهم أعداء الله. فأتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة يعني زوجته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ زوجة وينه؟ أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء، يعني جيب ماء للشرب نظيف. فجاء صاحبهم يحمل قربة له، يعني قربته جاي، فقال: مرحبا، يعني رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم. محمد صلى الله عليه وسلم النبي يزورني، هذا أفضل شيء. فعلق قربته بقرب نخلة، يعني النخلة إلى النتوءات، علق بالنتوء وذهب وانطلق. فجاءهم بعذق، جاءهم بعذق يعني قطع لهم عربوش من النخل كامل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني شوي جيب من هذول، ليش جبت العزق كله؟ فقال هذا الرجل الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحببت أن تكونوا أنتم الذين تختارون، لأنه الرطب منها مستوية كتير منها مستوية قليل، أنتم تأخذوا ترونه. ثم أخذ الشفرة سكين يعني ليذبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لا تذبح حيوان بتحلب، لأن هذه الحيوان بتحلب يستفاد من نسلها ومن درها من حليبها، إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، يعني اللحم، فهذا من النعيم، هذا من النعيم أعطاكم الله إياه، كنت تسألوا هل أديتم حقه؟ إذن لتسألن عن النعيم، يعني عن كل لذة من لذات الدنيا. أنا سبق في حديث أخرى ذكرت أن الله تبارك وتعالى ركز في الإنسان شهوات وغرائز، هذه الغرائز يلبيها ويجد فيها لذة ليعمل أشياء اجتماعية، فهذه الغرائز واللذائذ يقول مجاهد: سيسأل العبد يوم القيامة رجلا كان أو امرأة عن كل لذة من لذات الدنيا، كل لذة سيسأل عنها، هل استعملها فيما يرضي الله وتلذذ في الحلال
أو استعملها فيما يغضب الله وتلذذ في الحرام. الذي يسرق ويأكل يتلذذ بالأكل ولكن سيعاقب. الذي يتصل بامرأة إن كانت زوجته يتلذذ بالحلال وله أجر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته وله فيه أجر؟ قال: نعم، رأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ فكذلك عندما أتى في الحلال، يعني عندما امتنع عن الحرام وأدى شهوته في الحلال، صبر حتى أداها في الحلال، له أجر عند الله. فكل لذة من اللذائذ وكل نعمة من النعم ستسأل عنها، سلكت إليها بطريق حلال أم بطريق حرمه الله فأفسدت في الأرض. وخاصة ستسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والقلب، يعني العقل. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما يعني سيسأل عنهما يوم القيامة. الله أعطاه الصحة، فأين استخدم صحته؟ في قتل الناس، في العدوان عليهم، في التسلط، في الخضوع لغير الله. وسيسأل عن الفراغ، بما شغله؟ بذكر الله وبمتع حلال أم شغله بالحرام؟ هذا الفراغ يعني الوقت، سيسأل عنه. إذن معنى ذلك أنكم مقصرون أيها الناس في شكر هاتين النعمتين، لا تقومون بواجبهما فأنتم مغبونون عنهما، وهما نعمة الفراغ الوقت ونعمة الصحة. فلننتبه إلى هذا. والتلويح بالتكاثر أيضا من متاع الدنيا يتناول المؤمنين والكافرين، يتناول المؤمنين أيضا حتى لا يغرهم الشيطان، شيطان الإنس والجن، فيغتروا بالدنيا وينسوا الآخرة، ينسوا أنهم مسؤولون يوم القيامة، فلا ينحرفوا عن أمر الله إلى المحرمات. وإن كان مؤمن إذا لم يستحل المحرمات وزلت قدمه لا يخلد في جهنم، يعذبه الله ما شاء ثم يخرجه إلى الجنة. ولكن لا تنسوا أيها المؤمنون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غمسة في النار تنسي الدنيا وكل لذائذها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غمسة في الجنة، يعني بيدخل الجنة لحظات، هذه اللحظات المتع واللذائذ والسعادة التي يجدها في الجنة تنسيه أسوأ وأشد شيء وتعاسة وجدها في الدنيا. فكونوا مع الله أيها المؤمنون، ولا تلهكم الأموال والأولاد، لا تلهكم متع الدنيا، سيروا في الأموال والأولاد كما أمر الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا حتى تسعدوا في دنياكم وتلتذوا وتكون أولادكم وأموالكم قرة عين لكم، تستعملونها في الخير وفي الحق وفي نصرة الحق ونصرة الإسلام والمسلمين، ولا تكونوا كالكافرين تنشغلوا بالتكاثر وتتركوا رب العالمين وتطيعون غيره. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. Thank you.